انا بحب دايما حضراتكم تبقوا شايفين احب دايما حضراتكم تبقوا عارفين ايه اللي بيجرى حواليكم حواليكم الناس ديت اخواننا في دوله الامارات يوم ما كنا بيتم استهدافنا كان في ناس بتيجي من الامارات تصور شوارع مصر ويقولوا انه مصر امان تعالوا زوروا مصر وعضوا في مصر وانا بشجع السياحه المصريه الناس ديت ايجابيه جدا في مساندتنا الناس دي إيجابية جدا في محبتنا، ولذلك أنا النهارده حبيت إن أنا أكون إيجابي جدا في مساندة الناس دي، إنه أولاً حضراتكم تعرفوا، أولاً إن حضراتكم تتابعوا هذه المعركة، وتبقوا عارفين الإستهداف اللي بيحصل لدولة الإمارات. التحالف بين مصر والإمارات والسعودية هو السد المنيع اللي هيقدر يقف قدام الحكاية دي.